تمام. عايزين نعرف أنواع الخيانة الأول، يعني إيه خيانة وأنواعها إيه؟ الأول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا النهاردة يا أستاذ إبراهيم، علشان تعرف إيه هي نوع الخيانة وإيه هي الخيانة نفسها، هنقول الخيانة بتنقسم إلى صفات مثل الخيانة الخاصة والخيانة العامة، ولكن هي في الآخر برضك الاتنين بيشابهوا بعض، لأنها هي في الآخر بتؤلم صاحب الشخص، صاحب اللي متخان من الخائن. الخيانة في الآخر هي واحدة، إن كانت خاصة أو إن كانت عامة. وطبعا الخيانة الخاصة بتكون ما بين الأشخاص، أو الخيانة البشرية ما بين الأشخاص، الخيانة الخاصة مثل خيانة الزوجين، مثل خيانة الأقارب، مثل خيانة الأصدقاء، أصدقاء العمل، أحد الأقارب، أحد أفراد الأسرة، دي كلها بيطلق عليها خيانة خاصة وخيانة بشرية. وطبعا في الموضوع ده بيقدر في إن أنت تقدر تسامح أو لا تسامح، دي الخيانة الخاصة. وفي خيانة تانية عامة، واللي هي بتكون لعامة على الوطن بأكمله، وطبعا دي ما ينفعش فيها لا التسامح، تغتفر. لا يغفر فيها. لا، وفي برضو بعض الخيانات الخاصة، يعني كما حضرتك تفضلتي، برضو بضيف لحضرتك في بعض الخيانات في الشق الخاص برضو لا تغتفر، لأن بتيجي بعائد نفسي ومعنوي ممكن يؤدي، انا يعني بص يا استاذ ابراهيم، حضرتك احنا في خيانه، انا قلت لحضرتك ان ممكن الخيانه الشخصيه يغفر او يسامح الشخص لمن اختيارية خانه، اختياري او على لا حسب يغفر، بقى الايه الخيانة، يعني وده برضو بيعاقب عليها قانوني وشرعي، يعني بيحاسب عند الله وهو يحاسب قانوني. قانونك